ففي ناس بظنوا انه هذول اللي بيدافعوا عن سيدا وهذول مقتنعين. لا يا اخوي ما هوش مقتنعين. هذول اولا بيكونوا مسترزقين بايعين دينهم وبايعين وطنهم وبايعين كل شيء. بيبيعوا المبادئ والقيم وكل شيء بايعين هذول. ها وبكونوا هم المحرضين حتى على امتهم وبيراقبوا الامه. يمكن قالوا للغرب تعال تعال. حتى وانا سبق تحدثت عنهم زمان وقلت لكم حتى بطلبوا هذول من قال بيسموا حالهم ابناء من جنسنا. قال بطلبوا انه الامم المتحده مش عندها البند السابع بالقوه. تصوروا